بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنحاول في سلسلة فيديوهات ان احنا نشرح الحاجات اللي تساعد ان شاء الله ابنائنا من شباب الباحثين، سواء في اعداد الابحاث او في النشر الدوري. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن ملف من الملفات اللي مانداتوري لازم اي حد هينشر دوري يعملها، اللي هو ملف الكوفر ليتر. طبعا اللي نشر قبل كده فاهم يعني كوفر ليتر وعارف طريقة اعداده، انما اللي لسه موضوع جديد بالنسبة له لسه بيبدأ، فايه ان شاء الله يكون الفيديو ده مفيد بالنسبة له. هو الاول الكوفر ليتر، ايه الكوفر ليتر ده؟ كان زمان احنا لما الناس زمان لما كانوا بينشروا في المجلات كان بيبعت المانوسكريبت بتاعه بالبريد او يدا بيد المجلة، فكان فوق على الظرف اللي فيه الملفات بتاعت المانوسكريبت، فوق الظرف كده بيحط فوق الظرف اللي فيه المانوسكريبت كان بيحط الكفر ليتر اللي هو من اسمه كده خطاب الغطاء، بيكتب فيه كلمتين، يعني ان هو بيكتب فيه كلمتين عن البحث بتاعه وان هو اللي اختار او البيبر بتاعته يعني، واختار المجلة دي بالذات. فهو نفس الكفر ليتر ده لسه موجود بنفس الاسم مع النشر الايه الاونلاين. طيب احنا بنكتبه ازاي؟ ليه صيغة معينة لازم تبقى عارف. انا ان شاء الله هتلاقي في الوصف رابط لنفس الملف دوت عشان يعني ايه يبقى بالنسبة لك كفورم يعني تملى عليها بعد كده. بتكتب طبعا اسمك، الافليشن بتاعك، يعني مثلا بالنسبه لي مثلا كارديولوجي ديبارتمنت فاكولتي اوف ميديسن زاجز يونيفرسيتي. العنوان بتحط عنوان المكان اللي انت شغال فيه برضو، زاجز يونيفرسيتي زاجز ايجيبت. الموبايل بتاعك بتزود طبعا بلس 2 قبل نمرتك في مصر. الايميل بتبدا بقى الكلام هنا، بتقول تو ذا اديتور، بتقول تو ذا اديتور ان تشيف ذا وبتحط اسم المجلة ديت اوف سبمشن. تكتب هنا تاريخ اللي انت هتبعت فيه، مش تاريخ اللي انت كتبت، اللي هو نفس تاريخ اليوم اللي انت هتبعت فيه. دير دكتور اديتور ام بليز تو سبميت ان اوريجينال ريسيرش ارتكل، لو كان كيس او كان ريبورتكل وات ايفر، بتكتب عنوانه اسمك اند ماي كوليجز او حد معاك واحد او اكتر، وبتكتب اساميهم الكوثرز بتوعك. فور كونسيدريشن بابليكيشن ان ذا، بتكتب اسم المجله. In this manuscript we showed that، تكتب short conclusion للبيبر بتاعتك ايا كان نوعها. وبعدين بتحط الجملة دي، we believe that this manuscript is appropriate for publication in the اسم المجلة because، هنا بتحط ليه انت بعت المانوسكريبت ده للمجلة دي بالذات، اذا كانت مخصصة في الجزء اللي فيه البحث او يعني ايه، تحاول طبعا تكتب كلمتين حلوين عن المجلة يعني وكلمتين حلوين عن البحث بتاعك. وفي النهاية دي جملة دباجة كده، و the authors of this manuscript guarantee it is original and has not been published and is not under consideration for publication elsewhere and we have no conflict of interest to disclose. وبعد كده ب thanks for your consideration و sincerely بت ايه بت بعد كده بتكتب اسمك والتوقيع. طبعا التوقيع ده انا عامله بخط، لو انت عملت دورت على جوجل على سيجنتشر فونتس هتلاقي حاجات كتير يعني ممكن تعمل بيها سيجنتشر زي ده، هو طبعا مش ضروره يعني بس بتدي الكفر ليتر بتاعك شكل اكتر. هتلاقي زي ما قلت لكم في الرابط في وصف الفيديو رابط للملف الورد دوت، وهتلاقي برضو رابط لفيديو البلاجيريزم، وان شاء الله دي فيديوهات تانية ان شاء الله مساعدة سواء في كتابة المانوسكريبت في الريفرنسز في عمل ملفات التانية المطلوبة للنشر الدوري، واي طلبات او اي استفسارات يا ريت تسيبها في الكومنتات. بالتوفيق ان شاء الله.